وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في القاهرة غدا لبضع ساعات، هيتقابل مع الوزير نبيل فهمي، وهيتقابل أيضا مع السيد رئيس الجمهورية ومع الفريق السيسي. السفير بدر عبد العاطي متحدث باسم وزارة الخارجية، سيد سفير حضرتك قلت إنه موعد الزيارة حددته مصر ولم تحدده أمريكا، لأن الموعد ده يعني طبعا مثير لكثير من الجدل. يعني حضرتك كان من المفترض أن تتم الزيارة إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، ولكن نظرا لتواجد السيد وزير الخارجية نبيل فهمي في جولة خارجية ستشمل إحدى العواصم الإفريقية وإحدى العواصم الأوروبية، فتم نقل ذلك للجانب الأمريكي، فطلبوا تبكير موعد الزيارة لتكون في مستهل جولة جون كيري الإقليمية لتصبح يوم الأحد، وهو ما وافقت عليه مصر بالنظر إلى ارتباطات كبار المسؤولين المصريين ومن بينهم السيد وزير الخارجية. غدا الزيارة هيكون فيها غير الجانب الرسمي، هيكون فيها جانب من جمعيات حقوق الإنسان والناشطين، هل عندكم معلومات مين بالظبط هيقابل كاري هيقابله؟ يعني حضرتك درجة العادة بالنسبة للمسؤولين الغربيين ان هم بيلتقوا بمسؤولين من المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، وهذا أمر لا نتدخل فيه، ودور وزارة الخارجية بيقتصر على المقابلات الرسمية في المقام الأول. لكن يعني هل عندنا معلومات مين هيقابله؟ ما احنا بالتالي كخارجيه لازم نبقى عارفين، ولا لا تبلغنا الاداره الامريكيه او السفاره الامريكيه؟ هذا الامر يعني درجه العاده، يعني ده على اساس مبدا المعامله بالمثل، بتقوم السفارات الاجنبيه المعنيه بالاتصال بمن يرغب وزير الخارجيه في رؤيتهم، وزير الخارجيه الضيف في رؤيتهم، وعاده ما يتم الاتصال بهم مباشره وتحديد الموعد والمكان طبقا لارتباطات الوزير الضيف. هل عندك وهو ما تقوم به ايضا السفارات المصريه في الخارج، انما يقوم وزير الخارجيه باي زياره في الخارج ويكون له طلبا باجراء مقابلات غير رسميه تقوم السفاره المصريه بتاعتها. بس احنا ما بنروحش نقابل ان جي اوز مثلا في اي بلد ثانيه، بنقابل ثينك تانكس، بنقابل مثلا مراكز بحث ما الى ذلك، لكن ما بنروحش نقابل جماعات يعني. بس عموما طب في هل بعض الاحيان بيتم، خاصه في الحاله الامريكيه ممكن بيتم، يعني اذا كان هناك منظمات مهمه لها اتصالات بالجانب المصري مهتمه بالشان المصري فيتم التواصل معها لتوضيح الصوره وتوضيح الاوضاع الحقيقيه. هل في لقاءات مع ممثلين لجماعة الإخوان، تحالف الشرعية، ما يسمى بتحالف الشرعية؟ لا يعني لا علم لنا بهذا الأمر على الإطلاق. كل ما نعرفه أن يعني الزيارة ستبدأ بمباحثات رسمية مع السيد وزير الخارجية والوفدين المرافقين، ثم يتجه إلى وزير الخارجية إلى قصر الاتحادية لمقابلة السيد الرئيس، وبعد ذلك سيكون مثل هذا اللقاء مع منظمات المجتمع المدني، ويتوجه منه إلى مقر وزارة الدفاع ومنه إلى المطار لمغادرة البلاد. أجندة الحوار يعني كاري جاي ليه؟ طبعا يعني هو يأتي لأكبر عاصمة عربية، لأهم عاصمة في الشرق الأوسط، ما يحدث في مصر يهم العالم كله، فما بالنا بالولايات المتحده، فهي زياره لاهم دوله اقليميه. بس دوله في بيننا خلافات، ده لسه واقف معانا بيتعامل معانا بصلف، انتقادات حاده، فارجوك نحي فكره او اكبر دوله عربيه. كاري جاي ليه؟ مره اخرى جاي لاهم دوله في المنطقه، ما يحدث في مصر يؤثر في العالم كله، التصريحات الامريكيه الاخيره كلها تصب في اتجاه الحرص على العلاقات المشاركة مع مصر، هناك مصالح متبادلة. يعني لو حضرتك تتبعتي تصريحات الوزير كيري وتصريحات وزير الدفاع تشاك هيجل كلها تتجه في اتجاه الحرص الشديد على العلاقات مع مصر، والتأكيد على أن القرار الأخير للاستمرار في تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات لا يعني مطلقا انسحاب الولايات المتحدة من علاقاتها الوثيقة مع مصر،
اما بالنسبه للجانب المصري فيعني اي الحرص من جانب الامريكي في الحفاظ على العلاقات مع مصر يقابله حرص ايضا مصري، طالما ان ذلك يخدم المصلحه الوطنيه المصريه ولا يمس بالسياده المصريه او القرار المصري. في الـ في الـ في الـ الهيرنج اللي كان في الكونجرس منذ ايام كان في حديث عن المحاكمات المسيسه، كاري ممكن يفتح موضوع محاكمه مرسي؟ يعني اولا حضرتك وده تم يعني صدرت طبعا بشكل دوري تعليمات مستمره ونقاط حديث مستمره باللغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه للرد على هذه الادعاءات. كما ذكر السيد المستشار النائب العام لا يوجد على الاطلاق اي شخص محتجز لاسباب سياسيه او لاسباب عشوائيه، الجميع كل من تم احتجازه بناء على اوامر ضبط واحضار من النيابه العامه في جرائم جنائيه، هذا هو ما يتم نقله للعالم الخارجي بما في ذلك للولايات المتحده. هل يتحال ممكن ان كاري يفتح موضوع، يعني النهارده في خبر انه الاداره المصريه لن تسمح لكاري بالحديث عن مرسي، ماذا اذا فتح الموضوع كاري فتح موضوع محاكمه مرسي مع السيد نبيل فهمي؟ اولا يعني انا يعني اعتقد ان هناك اقتناعا امريكيا واوروبيا ودوليا بان هناك استقلاليه كامله للقضاء المصري سواء فيما يتعلق بقاضي التحقيقات الممثل في النيابه العامه او قاضي الحكم الممثل في المحاكم المصريه، لا يستطيع احد ان كان مصري او غير مصري من خارج القضاء ان يتدخل، هم يعلمون ذلك جيدا. وحتى بافتراض يعني انا لا اجيب عن اسئله افتراضيه ولكن حتى بافتراض اثاره هذا الامر فالرد واضح جدا انه لا، اولا الرئيس السابق تم اصدار قرار ضبط واحضار من النائب العام ثم تم صدور قرار الاحاله الى محكمه الجنايات بمعرفه النيابه العامه، ولا شان للحكومه المصريه على الاطلاق من قريب او من بعيد في سير التحقيقات وسير عمليه المحاكمه.